النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى ساحة المعركة، ثم أمر 50 من الصحابة أن يبقوا على جبل صغير يشرف على ساحة المعركة، سمي بعد ذلك بجبل الرومات، وأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يبقوا على هذا الجبل فلا ينزلوا أبدا، حتى قال لهم: لا تنزلوا، هزمنا أو نصرنا فلا تنزلوا، لا تنزلوا حتى لو رأيتمونا تتخطفنا الطير. فلما كان في أول المعركة هزم الله تعالى المشركين، وجعل المشركون يلقون ما بأيديهم من أسلحة ومن متاع ليتخففوا أثناء الهرب، فقال الناس الذي فقال الرماة الذين في جبل الرماة: قد انتهت المعركة، تعالوا ننزل مع الصحابة. فقال لهم عبد الله بن جبير: قد أمركم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنزلوا، لكنهم عصوه فنزلوا، ولم يبق إلا هو قائدهم وثلاثة معه. حتى التف خالد بن الوليد وكان مع المشركين يومئذ، التف مع 100 فارس وأمطر المسلمين بالسهام حتى وقع على المسلمين ما وقع: 70 من الشهداء و214 من الجرحى. وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى مقتلة أصحابه بين يديه ومثل بعدد من الصحابة، ثم قال الله تعالى بعدما انتهت المعركة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني لماذا تقع علينا الهزيمة؟ قل هو من عند أنفسكم. وقال جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده، يعني لما وعدكم بالنصر، إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلون المشركين في أول المعركة، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. يعني ما كف الله كان أحسن وأعظم، فإن الله لما انتصر المشركون لم يجعل في قلوبهم الهمة ليكملوا الطريق إلى المدينة لغزوها وفتحها، وإنما اكتفوا بالمعركة ورجعوا إلى ديارهم. ولو أنهم دخلوا المدينة والصحابة ما بين شهيد وما بين جريح، فما الذي كان سيحصل؟ لكن الله من رحمته بالمؤمنين خفف المصيبة وصرف المشركين عنهم ويعود